شيخ نديم كده وصلنا بالحديث حول دخلك ما راح يرجع مسعود؟ لا مثل ما بين لحد هلا انه تقريبا وصلنا بنص الحلقه وبعد ما شرفنا يعني على الاستوديو. على كل حال مثل ما ذكرت بالمقدمه انه هو قال انه في عنده ارتباط عائلي استجد ربما من بعد ما ارتبطنا بهذا الموعد. هذا انه نحن يمكن ننطر شوي، في عندنا كم سؤال بنحبين نساله اياهم. على كل حال بعد عنا يعني مبدئيا من هلا لل 11:30 وبنضلنا متاملين يعني انه يجي لحتى انه نتابع معه هذا الحوار. شيخ نديم كنت عم بسالك عن موضوع 14 اذار، الى اي حد تعتبر حقيقه انه بعد الانتخابات النيابيه في 7 حزيران رح تضل مستمره ومتواصله حركه قوى 14 اذار؟ انا بتصور هالحركة اللي هي نبعت من مبادئ مشتركة اجتمعت بالبريستال وبساحة الشهداء ب 14 اذار مستمرة ورح تضل مستمرة طالما نتشارك كل نفس القيم ونفس المبادئ لتحقيق هالاهداف. بس ما رح نكون امام اصطفاف جديد او اصطفافات حتى جديدة، يعني رح يصير في يمكن كتلة وسطية، يمكن ايضا النائب ولي الجملات يعمل اعادة تموضع جديدة بالحياة السياسية، ما نكون بهالجو ابدا. يعني بس بفتكر انه حق كل واحد اليوم يعمل تموضع تبعه ويقدر من بعد الانتخابات النيابية يرجع يعمل تموضع تبعه، بس ضمن المبادئ والثوابت تبع 14 اذار هيدا ما في مشكلة. هيدا الاساس فينا نحن اليوم نروح نتحالف مع يمكن او نفتح علاقات مع يمكن مع السلامين فرنجيه او مع الاخرين، ولكن ضمن الثوابت تبعنا. المهم هن الثوابت اللي اليوم جمعتنا. انا بفتكر اليوم انه الاستاذ وليد جمرات ما راح يخرج من 14 اذار، ما راح يخرج من هالثوابت، هذا هو اكدها. هلا بعدين بيجي بيعمل تموضع سياسي، هذا غير موضوع. مرحله ما بعد 7 حزيران بالنسبه الى كل الواقع السياسي في البلد، يعني هل انت تخشى من ازمه حكم؟ بعض عم بيقولوا انه يمكن بعد 7 حزيران راح تكون في استحقاقات كثير كبيره ومنها ازمه حكومة، عدم القدرة على تشكيل حكومة تؤدي بالنتيجة إلى أزمة حكم. ليك الواضح اليوم أنه جماعة حزب الله وفريق 8 أذار اليوم بلبنان بده يعطل الوضع الديمقراطي والوضع السياسي في البلد تيقدر هو يحط إيده ساعة اللي بده كيف ما حتى بده. لو ربح؟ يا ما عم نقول عم نروح في حال الخسارة. لو ربح رح يفرض رأيه ورح يفرض سلطته ديمقراطيا بدون ما حدا يقول له كلمة المحاسبة، وهيدا الشيء اللي واضح كان عند بخطاب الرئيس أحمد نجات لما قال إنه إذا ربحت المعارضة، وهون بحب علي على نقطة، إنه ما قال إذا ربحت 8 أذار أو إذا ربح حزب الله في لبنان، قال إذا ربحت المعارضة في لبنان رح بيكون في تغيير وجه المنطقة ورح نفتح، رح يكون في جبهات جديدة رح تنفتح. فهذا الكلام شو معناتها؟ معناتها بكل وضوح نصل منه الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله قال إنه هذا مجرد تحليل شخصي عند الرئيس أحمد النجاد. ما هو أي الشيخ نعيم قاسم أي شيء أهم بكتير بكتابه، يعني أي إنه بكتابه ولي الفقيه وحزب الله انه قايل انه اليوم بده يحول لبنان الى بلد اسلامي يلتزم القرارات الاسلاميه سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا والى ما هنالك، وهذا الشيء بدهم يجربوا يعملوا ديمقراطيا، ولكن في ظروف ما بتسمح لهم هذا الشيء اليوم في لبنان. شو هن الظروف؟ نحن صرنا ظروف اليوم المسيحيه ما عم نكون سد مناع لهيدا المشروع، اكيد بدنا نكون سد مناع لهيدا المشروع. انطلاقا من هون، هل تتوقع انه يكون في ازمه حكم؟ يعني نفترض انه الاكثريه رجعت اكثريه. اذا اليوم ثوره الارز و14 اذار ربحت الانتخابات ب 7 حزيران، انا اليوم بتصور انه حزب الله راح يكون عنده رده فعل كثير كبيره، خاصه انه هو يا سيد حسن نصر الله قال انه اذا ب 7 انه ممكن 7 حزيران يكون 7 ايار جديد. شو معناتها؟ معناتها بكل بساطة انه اليوم حزب الله بده يفرض حاله، بده يفرض سلاحه بالداخل، وهذا مش اول مرة، يعني واضح جدا اليوم انه صار السلاح موجه على الداخل تيقدر يفرض رأيه ويفرض المشروع تبعه في بس بعده الوضع حقيقة مثل ما كان قبل؟
يعني بسبعة أيام ما كان عندنا رئيس جمهورية. اليوم في رئيس جمهورية ببعبدة، رئيس جمهورية توافقي توفيقي، البعض بيقولوا أنه قادر يلعب دور صمام الأمان بالرغم من كل المشاكل التي يمكن أن تحصل. عم نشوف كيف بيتعاطوا معه، عم نشوف كيف عم بيتعاطوا معه، عم بيتعاطوا بكل دينيغرومون، يعني بكل هجوم عليه، بكل تعاطي متدين عليه. هيدا الشيء مرفوض كليا. يعني اليوم عم نشوف اذا ما بس اذا بتفتح جريده الاخبار اللي هي تابعه لحزب الله وحلفائه وبتشوف الهجوم يلي بتشنه يوم ايه يوم لا على رئيس الجمهوريه، هيدا الهجوم مرفوض كليا. هيدا فقط لاضعاف دور رئيس الجمهوريه يلي عم بجرب ميشيل عون يقول انه نحن بدنا نقوي رئاسه الجمهوريه ونقوي صلاحيه رئيس الجمهوريه، بس بالمقابل بنشن عليه كل الحروب، بنجرب نضعفه وبنجرب ما نخليه يلعب دوره يلي هو دور التوافقي. هون كان القصد اضعاف حقيقه موقف رئاسه الجمهوريه وموقف رئيس الجمهوريه، او انه القصد لانه رئيس الجمهوريه خاض نوعا ما وخصوصا بالبدايات معركه الكتله الوسطيه، كتله مستقلين، وبالتالي شعب العماد ميشيل عون وكانه القصد من هذه المعركه هو النيل من مكتسباته هو الانتخابيه. هون كمان ازدواجيه مع الجنرال ميشيل عون. هلا هو مع الكتلة، هو مع المستقلين او ما بده مستقلين؟ لا هو طبعا ما بده مستقلين، لكن كيف بيقبل مسعود الاشقر على بكتلته هو مسعود الاشقر بيبرم وبيغني انه هو مستقل؟ يعني بتعتبر هون انه مسعود الاشقر ما عم بيقول الحقيقه؟ انا بالنسبه لي عم بيلعب الازدواجيه، عنده خطاب مزدوج، بيبرم بالاحياء بيقول انه هو مستقل وهو رح ينسحب من كتله التيار الوطني الحر اول ما يصير نايب، وبالمقابل هو عم بيقول هيك؟ هو عم بيقول هيك بالشوارع. يا ريت كان هون، كنت حبيت اساله كل هالاسئله، وبالمقابل على الاو تي في بيطلع بيقول انه انا رح انضم لكتله التيار الوطني الحر. فاو في لعبه عم تنلعب بين المرشحين اليوم، او في لعبه عم تلعب وواضح جدا انه في اتفاق انه بالعلن بيحكي شيء وبالسر بيحكي شيء اخر، او ساعتها فعلا في التباس وازدواجيه بالتخاطب السياسي وبالخطاب، وهذا شيء مرفوض كليا. انطلاقا من هون، هل فينا نقول انه ايضا في حال فوز المعارضة اليوم هذا حيكون موقع رئيس الجمهورية وموقع رئاسة الجمهورية أكثر تعرضا للهجوم؟ نعم، ونحن بالنسبة لنا رح يكون أكثر موقع دفاع بالنسبة لنا. حتى لو كنتوا بالمعارضة؟ حتى لو وصلتوا بموقع الأقلية إذا أمكن القول؟ رئيس الجمهورية والخطاب يلي اليوم متابعه طالما باقي على الثوابت اللي هو اليوم تبعي اللي هي الحفاظ على الوطن والحفاظ على دور المسيحيين واللبنانيين ودور لبنان الاقليمي والدولي والانفتاح اللي عم بيلعبه، نحن طالما رح ندعم رئيس الجمهوريه. طالما اذا 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 اليوم حطوا ايدهم على رئاسه الجمهوريه، لانه يعني هن عم بيقولوا اليوم انه هيدا المجلس رح ينتخب رئيس جمهوريه، فكيف هذا سيد حسن قال انه هذا المجلس رح ينتخب رئيس الجمهوريه؟ بس هيدا منه صحيح، هيدا منه صحيح على صعيد التاريخ. خليه يفسر لنا اياها. فشو معناتها؟ هل في ثلاث احتمالات، او بدهم يطعنوا برئاسه الجمهوريه، او بدهم شو يعني يطعنوا برئاسة الجمهورية؟ بدهم يطعنوا برئاسة الجمهورية. من اليوم المجلس بنعرف تماما انه يعني يعتبروا انه لانه المجلس لم يكن مبنيا، لانه بنعرف انه نظريتهم بهذا الشأن مظبوط انه الانتخابات ما كانت صحيحة، الانتخابات ما كانت صحيحة لانه ما صار في تعديل دستور، فنطروا انه يعني يكونوا مجلس دستوري، ومش هيك كانوا مصرين انه يجيبوا اشخاص اعضاء بمجلس الدستوري تابعين لهم تيقدروا وقت يقدموا الطعن امام المجلس الدستوري يقدروا يوصلوا للهدف يلي هن عم يطمحوا له، اللي هو طعن في رئاسه الجمهوريه وازاله الرئيس. هيدا اول حال. ثاني حال يلي هو واضح اليوم، انه وقت بنسمع حزب الله عم بيقول انه مثل ما نصف السلطه في امريكا ومثل ما نصف السلطه باسرائيل، اليوم بده يجي ينصف السلطه بلبنان. فالمفهوم واضح اليوم انه عم بيحاول اليوم قد ما في يجي يطرد رئيس الجمهوريه من الحكم باي طريقه. في عنده عده وسائل، واولهم الوسائل يعني هن معودين عليهم اللي هي الاغتيالات وانا هيك انا ما عم بتهم حدا، ما بدي اتهم حدا، ولكن انا بس عندك خوف حقيقي؟ يعني عندي خوف حقيقي، عندي خوف حقيقي انه ما يقدر رئيس ميشيل سليماني يكمل ولايته الرئيسيه.
يعني هيدا الشيء اللي حسن نصر الله نبهنا منه. عم بيقلنا اليوم انه هيدا المجلس بيقدر يفسرنا شو معناتها انه هيدا المجلس رح ينتخب رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية مفروض ينتخب بال 2014، فهيدا المجلس وعندنا انتخابات نيابية مبدئيا بال 2013. شو معناتها؟ بيقدر يفسرنا شو قصده يعني؟